اهلا وسهلا بكم في الاذاعه القريبه منكم ميت غاديو. مرحبا بكم معنا اليوم في حلقه جديده من برنامجكم سيداتي سادتي بمجموعه من الافكار ومن الاقتراحات. وان شاء الله كنتمنوا على انه يكون لقاء المتعه والافاده رفقه كل الاوفياء. اليوم ان شاء الله من خلال اولى فقرتنا وكعاده كل يوم ثلاثاء كيكون مرافقني وحاضر معنا الخبير والمختص في الديكور سامي دانا اللي كنتمنوا على انه يلتحق بنا بعد لحظات باش نجاوبوا على كل تساؤلات ديال المستمعين الكرام اللي عندها علاقه بالديكور. فقره بريكولاج فيها مجموعه من الافكار ومن الاقتراحات من عند ام اسينات اللي هي متوجه الشهر من عند سهام ومن عند ليلى خليل. مجموعه ديال الافكار وديال الاقتراحات والحيل حاولوا على انكم ما تخليوهاش تفوتكم نهائيا في الحلقه ديال اليوم لانه اكيد غادي تستافدوا منها. ما تنساوش على انه باب التواصل غادي يكون مفتوح معكم كالعاده في الجزء الثاني خلال الحلقه وارقامنا هي 05 22 46 72 50 51 الرقم 50 80. كتكتبوا فقط كلمه ماد كتخليوا فراغ صغير وكتبعثوا بكل تساؤلاتكم افكاركم واقتراحاتكم في رساله قصيره اس ام اس للرقم 50 80. حنا قبل ما غادي نمشيو لاولى فقراتنا غادي نبقاو مع اولى اختياراتنا الغنائيه نسمعوا ليها وراجعين بقاو معنا. ورجعنا على ميد غاديو الإذاعة القريبة منكم ومن جديد كنرحبوا بكل الأوفياء في حلقة اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي مع الخبير والمختص في الديكور سامي دانان. أهلا وسهلا بك سامي، كيف الحال؟ اهلا وسهلا بك معنا في حلقه ديال اليوم. فالكثير من الاسئله فالمستمعين الكرام كيسنوا الاجابات منك سامي دانان. فغادي نبداو باول سؤال ديال ام الياس من مدينه الدار البيضاء. ام الياس كتسولك سامي، قالت عندها تفريشه ديال الصالون بالمبره غوز فيشيا مع باج، هذه تقريبا المده ديال عام اكثر، ولان عندها غير ولي واحد وما كيوسخش فهاد المده كامله ذاك التلامط او التفريشه ديال الصالون ما تصبناتش، فهي دابا بغات تصبن هاد المبره لاول مره، بغات شي نصيحه منك باش ديك ما تكشفش وتبقى في لونها. داكور، بالنسبه للتفريش التلامط اون جينيرال ولا ريدوات من الاحسن يدوزو باليد، الا ما كانوش الامكانيات باش ندوزوهم اسك كيدوزو بالصابون كيدوزو باليد من الاحسن. وكيف ما كنعرفوا في النشر ديالهم من الاحسن يتنشروا على الظهر ديالهم. واخا غير هنا ملي كنقولوا الصابون باليد سامي باش نكونوا اكثر وضوح المستمعين الكرام، راه الفراكه لا ماشي بالفراكه، الصابون باليد يعني ذاك المسحوق ديال التصبين ولا السائل ديال التصبين باين مع شويه ديال الماء وغير فركه خفيفه باليدين ديالنا لانه غالبا ما كنبغيو نزورو منها غير داك الغبره. كاين انا اللي بغيت ناخذ استشاره منك سامي المساله ديال الشامبوان. كنشوف بزاف ديال السيدات عوض مسحوق ديال التصبين كتستعمل الشامبوان في داك الرغوه مع الماء في داك البانيو ولا في اي حاجه وكترقد داك التلامط، كيقولوا على انه النتيجه كتكون احسن لانه داك الشامبوان ربما التركيبه ديالو كتكون اخف من المسحوق ديال التصبين. هذه المساله واش صحيحه ولا لا؟ الشامبوان مزيان سورتو بالنسبه للمبره. نعم. علاش؟ حيت ملي كتكمل كيبقاو دوك الشعيرات ديالهم كيبقاو رطبين. اييه، اذا الشامبوان ولكن الصابون كيحيد لي طاش اكثر من الشامبوان. الا كانوا دي طاش اللي شويه صعاب يعني من الاحسن الاستعمال ديال الصابون وفركه خفيفه باليد. المساله ديال انهم اللي كنشلوا ما نعصروش نهائيا من الاحسن. يعني غير كيتسقطروا شويه وكنشروهم على الظهر ديالهم كيف ما قلتي. نعم، نمشيو هذه المره لسؤال اخر ديال جميله من مكناس. جميله سامي الا كتذكر هي اللي سبق وتواصلت معنا وكنتي عطيتيها الاجابه ولكن للاسف بحكم الظروف ديال الخدمه ديالها كتخرج في 12 فهي وصلت معطله ما سمعتش الاجابه فهي بغات منك غير باش نذكر بالسؤال ديالها مره اخرى سامي. هي قالت عندها واحد تيغاس، لا تيغاس فيه واحد الجلسه وغطاتها قالت كانت استعملت الالومنيوم، انت كنت عطيتها في واحد النصيحه على انها تستعمل الزفت، فهي قالت بغات غير تعاود ليها الاجابه بالضبط كيفاش تستعملوا منين تقدر تاخذوا تقريبا يعني مساله تقريبيه الثمن ديالو كيكون في حدود شحال. داكو، الى باقي كنعقل عندها مشكل ديال لي طونشيتي. اييه، ديال الماء. ديال الماء. نعم. هاد الزفت نورمالمون كيتباع هو غولو. كيكون على شكل غولو، كيدار كيتفرش فوق من لي تيغاس، في السطح، في البالكون، إذا كان عندنا بروبليم دي طونشيتي. غادي ديرو، كنا قلنا باش ديرو وتقول المعلم باش يطلعوا مع الحيط بواحد 10 15 سنتيمتر في الجناب. نعم. باش ما يديروش لها مقسوم سورتو دوك الجناب فين كيتلاقى الزليج، يعني من الاحسن يكون طرف واحد ضير. اذا كيتفرش هو الاول عاد كيدار فوق الزليج. وي، كيتفرش هو الاول وكيتفيكسا. نعم. كيدوز هو بالسخون. اييه، كيخدم بشاليمون باش كيلصق في الارض. عاد فوق منه الا بغات دير فوق منه شي فورما ودير فوق منه الزليج، هادشي الا كانت عندنا الضاله. نعم.
كاين دي فوا اللي كيكون عندنا الالومنيوم وفي السطح كتكون غالبا كيكونوا الناس دايرين كاين بزاف ديال الطرق. كاين واحد كتسمى واحد ديدال هما كيكونوا ميتاليك كيكونوا بديل الحديد او ديال البلاستيك. في هذه الحالات هادو يعني كنديروا غير الزفت بوحدو كنقدروش نديرو فوق منو الزليف باسكو غيكون ثقل بزاف وغادا تنزل. واخا كان السؤال ديال جميله من مكناس كذلك سامي سولتك على واش متوفر في مكناس، واش كاين في مكناس تقدر تلقاه؟ متوفر في جميع المدن، في جميع المدن كيتباع سورتو عند الناس اللي كيديروا مواد البناء. كيتباع هو برولو غتشوف على حسب المساحه اللي عندها وغادا تاخذ لا كونتيتي اللي غتكفيها. واخا نمشيو هذه المره السؤال ديال سهام من الرباط. سهام قالت عندها صالون بلدي بغات تبدلو، فهاد الصالون فيه النقش البلدي بزوج ديال الالوان موف كلير، واحد صومو حتى هو كلير، الصباغه صومو حتى هي بنفس اللون ديال القبس اللي في النقش البلدي، والتفريشه دارتها موف. اشنو وقع لسهام؟ قالت لقات راسها ملي دارت داك النقش البلدي بهاد زوج ديال الالوان والصباغه بقات محدوده في هاد زوج ديال الالوان، فهي قالت انا من بعد عاد بديت كنسمع النصيحه ديال سامي على انه خاصنا الوينات ستوندار باش من يعني ما نحيروش في التفريشه. فدابا هي بغات الاقتراح ديالها، قالت هي ما مستعداش لا باش تبدل داك اللون اللي عندها في النقش البلدي وكيعجبها بزاف ولا باش تبدل الصباغه، فدابا هي بغات غير شي اقتراح من تبدل هاد التفريشه اللي هي موف كلير بشي لون اخر اللي غادي يمشي مع الالوان اللي عندنا في النقش البلدي وعندنا في الصباغه، مع العلم على انه هاد الصالون البلدي قالت جا اون فاصلي واحد اولا قبالته واحد الصالون اللي هو رومي مصبوغ بلون كاسو فيه ثلاثه ديال الكليسات، فيه سالامونجي فيه فوتوي فيه حتى ميريديان دايره في الكليسه اون فاس مع الصالون البلدي، فهي بغات الاقتراح ديال الكسامي باش تبدل هاد اللون الموف ولا حتى الصومو حتى هو ما ديروش. داكو هذه هي النقطه اللي كنشيروا لها ديما باش نحاولوا نبقاو في واحد اللوينات اللي نقدروا نبدلوا كنبقاوش محدودين في لون واحد بالنسبه للصالون. بالنسبه للحاله ديال السيده الا ما كانتش مستعده باش تبدل الصباغه خاصها تشوف اللوينات اللي يتماشاو لها مع الموف، هو الا كان موف كلير يعني من الاحسن تمشي في الكري كلير. هو الموف كنديرها هي في التفريشه، اما الصباغه عندها صومون كلير وحتى اللون ديال النقش البلدي فيه موف مع صومون. داكور موف مع سومو هما جوج لوينات اللي هما بعاد. نعم يعني من الاحسن ما كانتش تماريهم بيناتهم. الصباغه عندها بسومو من الاحسن دير ان بلون كاسي ولا بيج. اي غيتماشى حتى مع داك الصالون الرومي اللي اوفر، غيتماشى لها مع الصالون الاخر وكيتماشى مع الصباغه اللي عندها في الحيط اللي هي السومو. غير هي نصيحه سومو كيجي بعيد شويه مع الموف. نعم واخا بالنسبه للطلامات مثلا في التفريشه البلديه باش تنصحها ساميه، شنو تقدر مثلا الى سهام اليوم خرجت للسوق باش تقدا هاد الطلامات لهاد الصالون البلدي اللي غتبدل له التفريشه، شنو يعني الطلامات اللي تقدر تاخذهم ويكونوا بلوينات باج كيف ما قلتي؟ داكوغ غتاخذ الارض تكون بالباج، تكون يعني الباج يكون غالب عليها. اييه ويقدر يكون داخل فيه شويش ديال المارون ولورونج، يقدر ميم يكون داخل معاهم حتى لو فيغ بيستاش. أيه. هادو كلهم اللوينات اللي يقدروا يدخلوا. دوغي حتى هو الا كان مزيان. دوغي وي حتى هو كيتماشى مع هاد الالوان كاملين، كيجي مع التفريشه البلديه ويتماشى لها مع هاد الالوان. سينو في حاله واحده اخرى تقدر دير كاريمون البهجه. أيه. البهجه كنعرفوا كاين فيها متوفر للارض ديالها بيج او بلون كاسي. أيه. وداخلين فيها لوينات غيكون من الاحسن يكون داخل فيها لورونج مع 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 لوينات وحدين اخرين مع الفيغ بيستاش، واخا يكونوا لوينات اخرين ماشي مشكل. الا دارت البهجه الزربيه كيف تكون؟ زربيه رباطيه؟ الزربيه من الاحسن في هذه الحاله ديرها رباطيه. والريدو؟ الريدو الا دارت البهجه الريدو من الاحسن ديرو في الدوغي. نعم غنرجعوا لعندك دائما الخبير والمختص في الديكور سامي دانان في حلقه اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي على مد غاديو الاذاعه القريبه منكم، فاصل وراجعين خليكم معنا على مد غاديو الاذاعه القريبه منكم. لقاءنا متواصل ومستمر مع كل الاوفياء رفقه الخبير والمختص في الديكور سامي دانان. سامي هاد المره غادي نمشيو لسؤال ديال ابتسام من مكناس. ابتسام لما تواصلت معنا قالت عندها مشكل في واحد الملايه اللي تخوى عليها الشمع، هي تقريبا الشكل ديالها بحال المنطه، فتخوى عليها الشمع وما عرفاش كيفاش تقدر تحيدو، فقالت هو الشمع تقشر شويه ولكن بقى الاثار ديالو رغم ان صبناتها شحال من مره، فشنو النصيحه اللي تقدر تعطيها سامي؟ بالنسبه للشمع يعني الطريقه هي ان في اول حاجه خاصها تقراطي شويه غير بشويه هذاك ديك لاكوش اللي كتكون فوقاني ديال الشمع. كنعرفوا كتزول فاسيلمون مي غيبقى واحد ليطاج، دوك ليطاج دير فوق منها لابودغ ديال الطالك. أيه. دير فوق من الطالك ودير البابي ابسوربون، دير واحد خمسة ولا ستة ديال لي كوش ديال البابي ودوز الفيغ اغو باسي المصلوح دوزو فوق منها ترد البال باش ما يتحرقش لها البابي.
تبقى ديرو ومره مره تبدل داك البابي، راه هو هذاك البابي كيبدا يهز هذاك الشمع. واخا تبارك الله عليك سامي. غادي نمشيو لسؤال اخر ديال مستمع اللي كيسولك، يقول عندي زوج ديال الصالونات محلولين على بعضياتهم، واحد بلدي وواحد رومي، كل صالون فيه شرجم، الحيره فين وقعت له؟ وقعت في الشرجم، الريدو كيف غادي يكون؟ واش خاص الشكل ديال الريدو يكون بحال اللي عندنا في الصالون البلدي، بحال اللي كيخصو يكون في الصالون الرومي، او لا شنو يعني القاعده شنو غادي تتبع هنا سامي؟ وهما جاوا قبلت بعضياتهم. ملي كيكون عندنا دو صالون، كل صالون الريدو ديالو كيمشي مع الصالون، مع التفريشه، ديالو. نعم. غير هي النقطه اللي كنشير لها ديما، هي في الاختيار ديالنا ديال التوب ديال الطلامط ديال ملي كيكونوا عندنا دو صالون محلولين على بعضياتهم، نحاولوا تكون واحد التناسق في الالوان بيناتهم، يعني يكون ما يكونش نفس اللون ولكن يكونوا متناسقين بيناتهم، باش كما كنشيروا لهذه النقطه، باش حتى الريح العين كتكون مرتاحه، كترتاح ملي كتشوف داك الصالون. بالنسبه للحاله ديال هذا السيد، يعني خصو يدير كل صالون يدير لي الريدو ديالو اللي غادي يتماشى معاه. نعم، واللي قلنا كيسبع التفريشه، لانه كيبقى الصالون بلدي راه بوحديته، هذاك الصالون الرومي راه بوحديته، ولو هما قبلت بعضياتهم. ممكن كاع يكون عندنا لو بروميي صالون يكون بلدي كنديروا فيه دو بانو مع الفوالاج، ويكون عندنا الصالون الاخر تفريشه روميه ان سيجور، ولا كنقدروا نديروا فيه ستوغباتو كاع كاريمون. الاهم في هذا الشيء كامل هما الالوان يكونوا متناسقين. واخا، شكرا لك الخبير المختص في الديكور سامي دانان، ومازال غادي نرجعوا لعندك ان شاء الله في الحلقه ديال اليوم. هذه المره غادي نمشيو مباشره لفقره بريكولاج بمجموعه من الافكار ومن الاقتراحات، وغادي نبداو باول اقتراح ديال ليلى خليل. فشكرا لك ليلى، هي مستمعه جديده انضمت لنا من خلال الصفحه، وبدات حتى هي كتفيدنا بافكارها واقتراحاتها. الاقتراح ديال ليلى خليل في الحلقه ديال اليوم كتقول: اختي عفاف، انا هذه المشاركه الاولى ليا، وبغيت عفاك درجي الاقتراح ديالي، وكنتمنى بزاف ديال الناس ولو هو بسيط يستافدوا منه. فهي شنو كتقول؟ كتقول: بالنسبه للبيتزا ملي كنصيبوها في الدار وكنبغيو نقطعوها، ضروري ما نستعملوش الموس، لانه الموس كتقول في بزاف ديال المرات، خصوصا الا ما كانش واحد الموس اللي هو حاد او لا ماضي، فكيجيب التقطيعه ديال البيتزا ما كتكونش مقاده. هذا الشيء علاش كتنصحنا بديك القطاعه ديال القزبر والمعدنوس وديال الكرافس اللي كيعرفوها كل الامهات، اللي كنقبطوها بزوج يدين، كنقبطوها باليد ديالنا اليمنى وبالشمال، فهذيك هي اللي كنستعملوا في التقطاع ديال البيتزا. كتقول راه كتعطيكم الطرف ديال البيتزا مقادين وبالحجم اللي بغيتوا، عوض ما تستعملوا الموس، جربوها وغادي تشوفوا. شكرا لك ليلى خليل. نمشيو لاقتراح اخر هذه المره من عند سهام. سهام كتقول: انا طريقتي للتلميع ديال المواعن اللي مصنوعين من لينوكس بلا حكان بلا مجهود، كناخذ نص حامضه كنحكها على المواعن ديال لينوكس لمده ديال دقيقه، ومن بعد كنغسلهم ولا كنشللهم بالماء سخون وكنمسح بالورق النشاف. هذه الطريقه كتساعد على التلميع ديال المواعن ديال لينوكس بلا ما نحتاجوا على انه نحكوهم ونضيعوا الوقت والجهد. اذا شنو الطريقه اللي كدير سهام واللي كتقترح علينا فيما يخص التنظيف والتلميع ديال المواعن اللي مصنوعين من لينوكس؟ كتاخذ نص حامضه كدوزها على المواعن مزيان تقريبا لمده ديال دقيقه، من بعد كتشللهم بالماء سخون وكتنشفهم بالورق النشاف، وكتقول غادي نشوفوا اللمعان والنقاوه اللي كترجع للمواعن اللي مصنوعين من لينوكس. من عند سهام دائما. ثاني اقتراح هذه المره كتقول: الناس اللي كيشريو الجزر ولا خيزو بكميات كثيره كيتقداو، بعض المرات كاين عائلات ولا اسره اللي كيتقداو يعني مره وحده كل اسبوعين، فكتقول ديك الكميه اللي كتكون كثيره ديال الجزر ولا خيزو بغينا نحافظوا عليها، ما علينا الا نديروا معها واحد طريف ديال الخبز، عاد ديك الساعه كنحطوه في المكان اللي هو مخصص للخضر. هذه الطريقه كتخلي على انه كيصبر ما كيدبلش وكيبقى عندنا مده طويله، اذا فقط داك الطريف ديال الخبز هو اللي كنضيفوا معاه، وكيكون هو السر باش كيحافظ عليه اطول مده ممكنه. من عند سهام ثالث اقتراح اليوم كتقول: بالنسبه للناس اللي كيكونوا كيستعملوا القراعي ديال الزاج كيكون فيهم الزيت، سواء الزيت البلديه ولا الزيت الروميه، ملي كنبغيو ننظفوهم كتقول: انا سمعت الاقتراح اللي عطيتو ديال الملحه وحتى هو كيصدق، وانا بغيت نعطيكم اقتراح جديد، ممكن على انه ننظفوا دوك القراعي ملي كيخواو من الزيت وكنستهلكوه، كنديروا فيهم التفل اولا التخس ديال القهوه مع الماء سخون، وكنسدوا ديك القرعه ديال الزاج وكنبقاو كنحركوا مزيان. فهذه الطريقه كتحيد هذوك ليطاش اللي كيكونوا ميدمين في القرعه ديال الزاج بعد ما كنحيدوا منها الزيت، ولكن كتقول نصيحتي على انه هذه الطريقه على الاقل ديروها زوج ديال المرات وثلاثه حتى ما كيبقاش الاثار ديال الزيت، وديك الساعه راه خلاص كتستعملوا المسحوق ديال الغسل او السائل باش كتغسلوا المواعن. من عند سهام الاقتراح الثاني كذلك بالنسبه للعلب ديال البلاستيك اللي كنديروا فيهم الزيتون، كتقول احسن طريقه للغسل ديالهم هو كذلك التخس ديال القهوه، ولكن غير بالماء بارد، الماء العادي، ماشي بحال القراعي ديال اللي كيكون فيهم طبعا الزيت اللي استعملنا معاهم التفل ولا التخس ديال القهوه مع الماء سخون. بالنسبه
العلب ديال البلاستيك باش كننظفوهم من الزيتون الا كان فيهم مده طويله، فكذلك يبقى ميدم في ديك العلبه ديال البلاستيك. كننظفوها ولا كنغسلوها بالتخت او التفل ديال القهوه مع الماء بارد، فكتقول راه النتيجه كتكون هائله. شكرا لك سهام على كل هاد الافكار والاقتراحات. نمشيو هاد المره لاقتراح اخر من عند ام اسينات، واللي هي متوجه شهر يناير للعام 2015، وكنا فقط توصلنا معها في الحلقه ديال البارح وفاتنا بمجموعه ديال الافكار وديال الاقتراحات. وكنقول لها ام اسينات كتمر بظروف صحيه، فان شاء الله دعواتنا لها بالشفاء العاجل والقريب. ورغم ظروفها الصحيه فنهائيا يعني ما كتغيبش علينا من خلال الصفحه، ودائما كتفيدنا بالافكار والاقتراحات ديالها، وكتقول على انه احنا هما الونيس ديالها. فشكرا لك ام اسينات. الاقتراح ديالها اليوم كيقول بالنسبه للخلاط الكهربائي، الوقت اللي كنبغيو ننظفوه من اي حاجه ميدمه ولا دهنيه، كنكونوا مثلا درنا فيه خلطنا فيه الزبده ولا الزيت مع البيض او لا، فاحسن طريقه باش كننظفوه هو الملحه مع القشور اما ديال الليمون او ديال الحامض، كاس ديال ماء دافي ما يكونش ما بارد وما يكونش ما سخون، يعني ما دافي. هاد المكونات كلها كنديروها في الخلاط الكهربائي وكنشعلوا عليه، كنخليوه كيدور على الاقل مده ديال 10 ديال الثواني، وديك الساعه كنحيدوا هاد الخليط وكننظفوه بالسائل ديال غسل الماعن ولا الاواني مع شويه ديال الماء. كتقول كذلك على انه النتيجه رائعه. اذا باش كننظفوا الخلاط الكهربائي ملي كنستعملوا فيه اي حاجه ولا كنخلطوا فيه ولا كنطحنوا فيه اي حاجه ميدمه، كنستعملوا شويه ديال الملحه مع القشور اما ديال الحامض او ديال الليمون، وكاس ديال الماء دافي ما يكونش ما بارد وما يكونش ما سخون غير ما دافي، كنديروه في الخلاط الكهربائي وكنخدموه كنخلوه كيتخلط لمده ديال 10 ديال الثواني. ديك الساعه كنزولوا هذا الخليط وكنغسلوه بالسائل ديال غسل الماعن ولا الاواني مع شويه ديال الماء. شكرا لك ام اسينات على هذا الاقتراح. كذلك ومره اخرى دعواتنا لك بالشفاء العاجل والقريب. احنا حلقه اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي وعلى الاذاعه القريبه منكم دائما ميد راديو مازال متواصل معكم، فمرحبا بتواصلكم معنا كذلك على الارقام اللي هي مفتوحه دائما وراه الاشاره 0522 46 72 50 51 او 52. وما تنساوش الرقم 5080، كتكتبوا كلمه ماد كتخليوا فراغ صغير وكتبعثوا بكل تساؤلاتكم وعلاش لا افكاركم واقتراحاتكم تفيدونا بها للرقم 5080. غادي نبقاو اللحظه مع ثاني اختياراتنا الغنائيه، نسمعوها وراجعين، خليكم معنا. 5022 46 72 50 51 او 52. مرحبا بتواصلكم معنا في حلقه اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي رفقه الخبير والمختص في الديكور سامي دانان. غادي نشوف اول مكالمه نتواصلوا مع فاطمه على الخط معنا من الرباط. اهلا بك فاطمه. السلام عليكم لاله. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا جزيلا على هذه البرامج القيمه اولا. مرحبا فاطمه. العفو. بارك الله فيك. الله يجازيك بخير. انا عندي واحد ثلاث اسئله اذا كان ممكن. مرحبا. شنو هو اول سؤال؟ اول سؤال عندي البهجه. اييه البهجه في البلوغوا وفيها الورده، فيها بليزيور كولور، فيها لو بوردو سو ديزون لو بوردو غادي الغوزان ديان، فيها ان بو دو بلو. المهم هذيك الورده تتكون في الوسط. وي كتكون ملونه. فوالا. ودابا ملي جيت بغيت نفرشها في واحد البيت اللي هو ستان دوزيام صالون ماروكان ما قداتنيش، وجاتني واحد الفكره انني ندير مثلا الحاف فيه البهجه والحاف فيه مثلا الاوني. ايه ما عرفتش كيفاش ندير بالنسبه لي كولور وبالنسبه لي غيدو. بالنسبه للبهجه يعني من الاحسن خاصها تفرش كامله. عندك البهجه والخريب كنشوفوا الناس انه كيديروها على الشكل ديال الباتشوار او لا كيديروا تلميطة اوني او لا كيكملوا ما كتجيش. لا ما كتجيش يعني من الاحسن كيخصها تكون دايره كامله. وشنو الحل دابا انا الا ما حنت البيت ما قدانيش ليه؟ ما تقدرش تكمل منها؟ ما عنديش كيفاش حنت ما نكذبش عليك، راه عندي شحال هذه قديمه عندي من الاولى من البهجه الاولى اللي كانت، غير انا ما بغيتش نفرط فيها. دابا شنو اللي خصك فيها بالضبط؟ خاصني مثلا خاصني واحد الحاف ولا الحاف ونص اللي خاصني فيها. داكوغ. في هذه الحالة يعني من الأحسن باش زعما باش ديري وحدة اوني وحدة بالبهجة ما غاداش تجي مزيانة. تقدر تاخذ يعني البهجة اللي كاينة دابا مثلا سامي؟ لا ماشي مشكل، أولا اللون ديال الوردة غادي يبقى بعيد. غادي يبقى بعيد، يعني الحل هو أن ديرها على الشكل ديال الباتش وورك، واخا نورمالمون ما كننصحوش بها. مي في هذه الحالة يعني إلا با لو شوا غادا تشوف الاوني ديال الأرضية ديال التوب. هي غاتاخذ طلامط اللي في اللون ديال الارضيه ديال التوب. وغادا ديروا منه الباتشورك، يعني غادا تشوف دوك التلميطه ولا جوج اللي عندها. أيه. باش يخرجوا لها الطلامط كاملين، تشوف القياس اللي غيجيها في الوسط. باش دير به الورده ديال البهجه تجي في الوسط. أيه. والجناب ديالها يكونوا بالاوني. واخا واضحه فاطمه؟
دونك ندير الحافي الاوني والحافي البيج نكمل به دونك نكمل بالاوني. لا لا هذوك هذوك اللحافات اللي عندك غادي تشديهم غتقسميهم باش يخرجوا لك الباتشورك باش يخرجوا لك كل 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 سداري غادي تكون فيه الورده في الوسط. يعني الورده تكون وسط السداري والجناب ديالو غادي يكونوا بطلام يكونوا اوني كيتلاقاو هاد التواب وكتصوب بهم تلميطه. فهمتي فاطمه ولا لا؟ الوسط ويجي تلاق من ليها الحاف يجي من ليها مثلا مثلا ولا شي حاجه بحال هكا. مثلا عندنا شي سداري فيه واحد 2 متر ونص غادي ناخذوا تقريبا واحد 70 ولا 80 سنتيم ديال ديال الثوب ديال البهجه غنديروها في الوسط ودوك الجناب اللي غيشيطوا لنا غنديروهم الاوني يتخيطوا عليها باش تولي الميطه فيها بحال كنقولوا حنا مرقعه كتكون في الوسط فيها الورده وفي الجناب ديالها اوني. فهمتي دابا فاطمه؟ عندي سؤال ثاني الله يجازيك بخير سمح لي لان صافي لونطون وانا تنعيط. ماشي مشكل ولكن غير قول لي باش الا ما باش الا ما كانش واضحه لك الرؤيه نعاودوا نشرحوا لك مره اخرى فاطمه. لا دابا فهمتي دابا يعني الغرض على انه الورده ديال البهجه غتكون هي اللي في الوسط ديال التفريشه. نجي الاوني مثلا نكمل الحاف. اييه شكرا الله يجازيك بخير. شنو هو السؤال الثاني؟ المشكل ماشي المشكل السؤال الثاني عندي لا شوميني. اييه وبغيت ندير لها الفيتراج. واخا جوتيليز بيان لو تيرم وما عرفتش فين يمكن لي نمشي نشري عييت ما نقلب سيغ انترنيت ما لقيتش. واش زعما فغيمون تتبقى لا الشالوغ تخرج نيت من سميتو ولا وي وي كتبقى تخرج كتبقى تخرج غير ذاك الزاج كيكون ترومبي ما كيكونش زاج عادي حيت الزاج عادي مع هذيك مع هذيك السخونيه غادي ترتق كيكون كيكون الزاج ترومبي فيغ ترومبي ونورمالمون كيكون عنده واحد الكادر ديالو ميتاليك ديال الحديد باش كي كيجي كيجيو الناس اللي اللي مختصين باش كيركبوه في داك في الباب ديال لاشوميني ولا شالوغ كتبقى تخرج. ولا فونت يمكن لي نلقى هاد الزاج ترومبي بالكادر ميتاليك ايتو غادي تشوف الناس اللي كيديروا لي زاكسيسوار ديال الشوميني هما اللي غادي يوريك يوري يعطيوك يعطيوك شي ادريس او لا تليفون ديال شي واحد هو نورمالمون راه متوفر في الاسواق راه موجود ياك سيدي. واخا شوف الناس اللي كيديروا لي زاكسيسوار ديال شوميني. داكوغ انا غادي نشوف الله يجازيك بخير. مازال عندك شي سؤال اخر فاطمه؟ الله يجازيك بخير. نعم عندي الكراسه ديال الكراسه ديال الكوزينه اييه في الفوق سيمي كوير والتحت كاين دي سوا ديزون لينوكس بدك بحال بحال الدوار هكا تيكونوا طلع واحد السيبور الو هادوك في مع مع المده واحد الدوزون هادي ولا بحال بداو تيتقشر داك لتحت وما عرفتش واش كاين ممكن يتصلحوا او لا واش كاين ممكن ان برودوي اللي يمكن لي ندير ليهم. هو ما غاديش يكون ما غاديش يكون اينوكس اينوكس ما كيتقشرش هذاك الشيء دونك هاد لينوكس نورمالمون الا كانت لا ماتيير مزيانه وبدات كتقشر كتقدر دير لهم الكروماج الكروماج ديهم سوسيتي كيديروا الكروماج ديهم لهم كيحكوهم وكيعاودوا لهم داك الكروماج ديالهم. الله يجازيكم بخير شكرا جزيلا. العفو فاطمه شكرا لك تواصلتي معنا من الرباط. نمشيو هاد المره ناخذوا فاطمه الزهراء على الخط معنا من ورزازات. اهلا بك فاطمه الزهراء. فاطمه الزهراء مرحبا بك معنا. فاطمه الزهراء نمشيو ناخذوا ياسين على الخط من الشاون هاد المره نمشيو لشمال المغرب. اهلا بك ياسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تبارك الله عليك يا لاله. الله يبارك فيك ياسين مرحبا بالناس ديال الشاون. شكرا بزاف لاله. انا ما عنديش طالب عندي اقتراح. مرحبا بالاقتراح ديالك ياسين. عندي اقتراح بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال السخانه والبروده في في, في الديار في الطبقه الفوقانيه مره. اييه. بالنسبه لنا حنا في الشاون هنا الديار الفوقانيه المره كتجبر بان الشتوى كيكون البروده فيهم بزاف وفي الصيف كيكونوا سخونين بزاف. وماشي غير في الشاون كتجبر بزاف ديال المدن في المغرب راه فيهم نفس هذا المشكل هذا. كاين واحد الحل اللي هو رخيص وما كيجيش مكلف مره فحط تعمل مثلا زفت ولا تعمل شي حاجه ديال ديال ايزولاسيون ديال السخانه ولا ديال البروده. واخا كيكفي كيكفي باللي تعمل غير الريش ديال الدجاج. ايه وشنو الطريقة ياسين؟ الطريقة قبل ما كنعدلوا الفورمة في في السطح فورمة ديال السيما والطرا في السطح. ايه كنعملوا كنستفوا الريش ديال الدجاج بحال واحد الزربية ولا واحد مالطة ولا هادي المهم كنطلقوه في السطح وكنعملوا فوق منه الفورمة. واخا كيرجع كترجع الدار فيها ليزولاسيون طبيعية وحتى إذا كان عندنا كليماتيزور في وسط الدار ما كيبقاش يستهلك الضوء وما كيولي يشعل غير على واحد كيشعل على واحد مثلا ساعه ديال المكانه ولا ولا
ولا اكثر. واخا تبارك الله عليك ياسين وشكرا لك على هذا الاقتراح اللي فتينا به. كنتمنى ان شاء الله يستافدوا منه كل المستمعين الكرام. شكرا لك ياسين، كنتي معنا من الشاون. وغنرجع للخبير المختص في الديكور سامي دنان، فهذا حل اقتصادي بزاف. اذا غير الريش ديال الدجاج كيف ما قال ياسين هو اللي كيديروا المشكل ديال الناس اللي كيتشكاو من البروده ولا من السخونيه في الفصل كذلك ديال الصيف. كاين بزاف ديال الناس كيكون عندهم هذا المشكل في الطبقه الفوقانيه ديال الدار. سامي شنو رايك في هذا الحل اللي عطانا والاقتراح اللي عطانا ياسين؟ ممكن يكون مزيان. نعم. اقتصادي اقتصادي بزاف. ما غاديش تلقى مشكل باش تاخذ الريش ديال الدجاج. ونجربوه نجربوه. نمشيو هاد المره من بعد ياسين من الشاو ونتواصلوا مع الركراكيه على الخط معنا من مدينه الدار البيضاء. اهلا بك الركراكيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لاباس عليك؟ الحمد لله الركراكيه، اهلا وسهلا. الله يخليك، عندي اسئله وعليك ممكن. مرحبا، شنو هو اول سؤال؟ انت قلت لك عندي كبوط البيض. اييه قاصوني لاكريف. اشنو قاصو؟ لاكريف. اييه وعندي صباط في البيض ديال الدقه طلق تجي. واخا كنتذكر بالنسبه للسؤال ديالك الاول كنا جاوبناك الركراكيه ولكن ما سمعتيش كنظن الاجابه، وكنتذكر على كنا نصحناك بداك طريف ديال الزبده ولا اي ماده دهنيه اللي كديريها في الاول قبل ما كتفركي بواحد الفركه خفيفه بين يديك، ولكن كنظن ما سمعتيش الاجابه ما فيها، بس غنرجعو نذكرك بها مره اخرى. غير بالنسبه للسؤال الثاني هو صباط ديال الدا. في البيت. في باج، اشنو المشكل اللي فيه؟ تلقي فيه تجي مع تجي وتلقى لي فيه من الله. اييه واخا ان شاء الله نجاوب على السؤال ديالك الركراكيه، شكرا لك تواصلتي معنا. طبعا كيف ما قلت بالنسبه للسؤال ديالك الاول كنظن مازال سامي كنتي كذلك عطيتينا هذا الاقتراح بالنسبه للمشكل اللي عند الركراكيه في المونطو، كنا اقترحنا لها ماده دهنيه اما الزبده واما زيت المائده ولا من الاحسن من الاحسن الزبده. نعم كنرطبوا بها ديك الطبعه، عاد ديك الساعه كنقدروا نستعملوا مثلا صابون الحجره مع شويه ديال الماء وكنفركوها. صابون الحجره الاشاره ملي كتكون شي طبعه اللي ما بغاتش تحيد وغسلنا بصابون الحجر وما حيدتش، يعني من الاحسن نفزقوا ديك لاطاش. أيه. ديك اللي كيكون عندنا يمطاش وكنديروا الصابون كنحكوا فوق منها وتخليه ينشف عاد ديك الساعه تعاود تغسلوا. نعم وهنا خصوصا كيف ما قلتي هذا كيكون حل سامي بزاف في الطبايع اللي كيكونوا قدام، شي طبعه اللي كتكون قديمه ومثلا ما رديناش ليها البال ولا بقات في البلاكار واحد المده وحنا ما شفناهاش، فكيبقى هذا هو الحل كيف ما قلتي كنفزقوها بشويه ديال الماء كنفركوا عليها صابون الحجره وكنحطوها في الشمس باش كتنشف، يعني داك الصابون كينشف على الطبعه، كل ما تغلغل في داك النسيج كل ما الطبعه من بعد كيسهال علينا غير بفركه بسيطه بين يدينا كتحيد وما كتبقاش. غادي نمشيو للاس ام اس هذه المره معنا من عند عاتقه من حد سوالم كتقول شكرا على البرنامج وكنستافدوا كلنا، بغيت نسول عفاك الخبير في الديكور سامي وكنقول ليه شكرا وتحيه ليه والله يخلي ليه يحيى. انا بغيت غير نقول لكم بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم الموسلين في الريدو داك الثوب اللي كيكون رقيق بزاف وشفاف اشنو الطريقه كيفاش نصبنوه الا كان عندنا في الريدويات؟ شكرا بيضا، شكرا الاسميه هي اسميه ديالها عتيقه. عتيقه شكرا عتيقه. بالنسبه لي ريدو بصفه عامه يعني كيتصبنوا باليد كيترطبوا باش مرطبين في الماء كيف ما كانت نوعيه ديال كيف ما كانت نوعيه ديال الثوب وفريكه خفيفه ما بين في اليد صافي وكيتنشروا. نعم نمشيو هذه المره لسؤال اخر من عند سي محمد كيقول لك سامي عفاك بغيت نعرف في تفريشه بلديه واش ممكن ندير تريا على شكل مربع؟ في تفريشه بلديه تريا كتكون مربعه. تريا مربعه يعني على حسب الشكل ديالها غالبا غدا تكون روميه. نعم يعني كنعرفوا بان تريات البلديين ديال النحاس او لاد الكريستال او اللي كيكونوا كرومي غالبا كيكونوا الشكل ديالهم تقريبا دائري. يعني هذا الموديل هذا اللي قال لنا السيد بانه على شكل مربع يعني غدا تكون تريا روميه. اذا ما تصلحش في صالون البلديه اذا كانت روميه ما غتصلحش له. نعم نمشيو لاس ام اس اخر هذه المره من عند زهره كتقول شكرا على الافكار والاقتراحات ديالكم وكنتمنى شي نهار يقبط ليا الخط باش انا نعطيكم افكاري والاقتراحات ديالي. وبغيت نسول السي سامي عفاك غير على ود الزربيه الرباطيه الشكل ديالها كيفاش كيكون لانني انا ما كنعرفهاش. الزربيه الرباطيه هي الموديل ديال الزربيه اللي كان قديم شحال هذه كان فيه جوج الوان فيه البيج وفيه الحمراء. نعم. كنقولوا البيج يعني فيه بزاف ديال لي ديغرادي كيكون لي كيكون كنعقلو كان في ان كان فيها الباج فونسي كان شويه كلير كان فيه بزاف ديال وكانت فيها الحمراء الحمراء فيها البوردو فيها الحمر وفي واحد ودارنييرمون واحد شحال هذه كانوا خرجوا الوان اخرين يعني كتقدر تلقى فيها الخضراء كتقدر تلقاها الزرقاء وكتصوب سيغ كوموند.
يعني متوفر فيها جميع الالوان. الزربيه الرباطيه فيها دي موتيف كتكون فيها لي موتيف بزاف، ويلا قسناها كتكون حرشه شويه. داكو، وفيها فيها كاليتي اللي كتكون مزيانه، ملي كتقيسها كتلقاها رطبه بحال الزرابي اللي كاينين دابا اللي كنقولوا البيرسو. الزربيه الرباطيه راه معروفه، يعني في اي محل ديال الزرابي الى تسولوا على الموديل ديال الزربيه الرباطيه غادي يوريك. وانا غنصح زهره على انها تزور قريبا الصفحه ديال برنامج سيداتي ساداتي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فان شاء الله غادي نحط لك الشكل ديال الزربيه الرباطيه والالوان اللي كتكون فيها كذلك زهره، غير التحقي بنا من خلال الصفحه ديال البرنامج، وان شاء الله غنحطوا مجموعه ديال الاشكال ديال الزرابي اللي بزاف ديال الناس كيعرفوهم غير بالاسماء ولكن الشكل ديالهم ما كيعرفوش، فهذه فرصه لتحقيق بنا ان شاء الله من خلال الصفحه ديال البرنامج كيف ما قلت لك كتبتوا سيداتي سادتي باللغه العربيه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. باب التواصل مازال مفتوح معكم، ودائما حاضر معنا الخبير والمختص في الديكور سامي دانان. غادي نبقاو لحظه مع فاصل اعلاني وراجع لكم، خليكم معنا ودائما على مدغد الاذاعه القريبه منكم وفي برنامجكم سيداتي سادتي. مرافقنا اليوم الخبير والمختص في الديكور سامي دانان. سامي، في سلسله من الحلقات بعد ما كنا ورينا المستمعين الكرام كيفاش نختاروا البيبان سواء اللي كيكونوا على برا ولا في الداخل ديال الحديد ولا ديال الخشب، اليوم غادي نعطيهم مجموعه ديال الحيل اللي هي خاصه بليطاش اللي كيكونوا في البيبان، كيفاش نقدروا نحيدوهم؟ فالبدايه باش غتكون سامي؟ نبداو بالطريقه الاولى اللي هي طريقه كلاسيكيه باش كنحيدوا ليطاش. كنعرفوا الباب مع المده كيبقاو ليطاش ديال اليدين، هذا الباب ديال الخشب. الباب ديال الخشب اييه. كاين الطريقه الاولى اللي هي ديال الزيت، زيت الزيتون كيخلطوها مع الكول ديال 70 دوغري ديال 70، واخا كتخلطهم وكدوز بان شيفون كيحيد لي طاش او ميم طون كيعطي لا بريونس. شحال تقريبا الكميه سامي اللي نقدروا نستعملوا؟ من الاحسن تكون متساويه قد يعني قد القياس اللي غادي ناخذوا في الزيت البلديه ولا زيت الزيتون، قد القياس اللي غادي ناخذوا في الكول ب 90 درجه. كيتخلطوا مزيان وكديرهم بان شيفون وكتمسح بهم شيفون للاشاره، فيما بغيتو شي شيفون باش نمسحوا به الصباغه اولا نمسحوا به الخشب. إيه؟ من الاحسن يكون مقطن باش ما كنغليظو مقطن باش ما كتكون النتيجه احسن. ملي كندوزو به يعني نخليه واحد المده ديال 10 دقائق ربع ساعه، وتعاود دوز ان شيفون اللي هو نقي كدوز به باش كتحيد داك الاكسيل اللي كيبقى داك الزيت اللي كتبقى من الفوق باش ما يشدش لنا الخمله. واخا كاين الطريقه الاخرى هي ديال ملي كيكونوا عندنا لي طاش ديال الفوتر او ديال الستيلو كيكونوا عندنا كنعرفوا كيكون هذا المشكل في البيبان. الوليدات ما كيحلى لهم يكتبوا الا في الباب او لا في شي فوتوي كيكون بيض يعني في هذه الحاله هذه الطريقه كنشيروا لها في الجلد في لي سالون ديال لالاك. ملي كيكون عندنا ستيلو سورتو في الجلد او لا في الخشب او لا في الحيط، نعم يعني كنرشوا لالاك، ملي كترشها فوق من لاطاش كيبان لنا داك المداد انه كينزل. واخا اذا هو المثبت ديال الشعر غير باش الناس يعرفوا فين غيلقاو، كيكون على شكل واحد الرشاش، وغالبا ما كيتباع عند الناس لي بارفيمري يعني الناس اللي كيبيعوا المواد ديال الحلاقه وديال التجميل، فهو كيكون على شكل رشاش كتستعملوا السيده اللي كنديرها شي مشيطه وبغيتها تصبر، فهو نفسه اللي كنرشوه على الطبايع ديال الستيلو كيف ما قلت يا سامي. وي سي سا، كنرشوه فوق من الطبعه ديال الستيلو كيبان لنا المداد نازل، كتمسح وكتبقى تعاود حتى كتحيد لاطاش كتحيد مره واحده. واخا كاين الطريقه الثالثه اللي هي ديال لاسيتون. لاسيتون هو واحد البرودوي، هو ليكيد سائل كيكون في قريعات كيتباع موجود عند الدروغلي، هذا كنستعملوه حتى هو كيحيد لنا لاطاش اللي كيكونوا في الخشب. يعني كيعطي نتيجه مزيانه، كنديروه في الشيفون وكنمسحوا به، ما كيتخلط لا مع ما لا حتى شي حاجه، كيدار بوحدو. واخا هذا حتى هو كيحيد لنا لي طاش اللي كيكونوا في الباب وكيعطي واحد النتيجه اللي هي مزيانه. هادو مجموعه ديال لي برودوي اللي نقدروا نحيدوا بهم تقريبا لا بلوبار ديال لي طاش اللي كيكونوا عندنا في الباب. شكرا لك الخبير والمختص في الديكور سامي دانان على كل المعلومات والنصائح والاقتراحات والحيل اللي كتعطينا في كل حلقه معك. موعدنا ان شاء الله يكون الاسبوع المقبل. شكرا لك ان شاء الله. شكرا لك. حنا وصلنا لختام حلقه اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي، ان شاء الله مزيد من الافكار ومن الاقتراحات في الحلقه ديال غدا، غتكون مرافقاني فيها خبيره الموضه مصممه الازياء خديجه الحجوجي باش تجاوب على كل اسئلتكم ديال الموضه. لكم اطيب ورق تحيه من عفاف ماجد، كانت معكم في الاعداد والتقديم مجدولين على ما الادريسي رفقتني في الاخراج، وسميحه في استقبال مكالماتكم. شهيه طيبه، الى اللقاء.